السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمله مع بعض سلطه الزبادي بالخيار. سلطه بتقدم مع اي لحوم مشويه. معانا هنا الخياره، هقشرها كلها واشيل القشره بتاعتها اللي هي الخضره ديت، مش هخلي منها حاجه عشان طبعا القشره دي هتبقى معايا ناشفه. بس كده. وبعد كده هعمل فيها ايه؟ هبشرها بقى بالمبشرة، هبشرها وهنحطها بعد كده تتصفى عشان تنزل طبعا كل المية بتاعتها. بصوا كده، خليها بقى تتصفى معايا خالص لحد ما تنزل المية كلها اللي فيها. وهجهز بقى بقية المكونات معايا. معانا هنا النعناع مجفف او نعناع ناشف، ومعايا زبادية اي نوع زبادي، بس طبعا مكنش بالفواكه. بصوا بقى هنا لحد الخيارة بتاعتي ما وصلت لفين المية بتاعتها، هحطها بقى وهحط عليها بقية المكونات اللي هكمل بيها السلطة بتاعتي. حط النعناع، لو عندك نعناع فريش كمان تقطعي حتت صغيرة وتحطيه. هحط الزبادية بتاعتي او الزبدية، طبعا البداية هنا معايا طازة وزي ما انت شايفة متماسكة وحلوة عشان طبعا ما تنزلش معايا مية. حط بقى الملح، وحط كمان فلفل اسمر، وهضيف عليها كمان حاجات من عندي بقى زيادة. انا هحط هنا ده ليمون، عصير ليمون، حطيت حوالي ليمونية كده، وهضيف عليها كمان حاجة تانية زيادة، حط عليها معلقة صغيرة خالص سكر. وفي حاجة تانية ممكن تضيفيها معاهم هتديها طعم حلو، لو هتحطي فص ثوم. بصوا بقى كده، هقلب كل دوت حلو كده، وبالشكل ده السلطة بتاعتي بقت جاهزة هي على الاكل. قدميها بقى في الطبق اللي هتقدميه يعني، او تحطيها في الطبق اللي هتقدميه. وهتضيفي عليها ايه؟ هنضيف عليها حاجة بسيطة قوي، بصوا بقى كده، حاجه بس يا دوب تدي شكل للطبق. وهنضيف عليها معلقه زيت زيتون، وبالشكل ده في اقل من 3 دقائق بالظبط، اقل من 3 دقائق عملنا طبق سلطه الزبادي بالخيار. يا رب بقى تكون الطريقه عجبتكم وتجربوها، هتعجبكم قوي. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد وطريقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.